ينضم إلينا حسان الحسن مدير معهد دار الأرقم العلمية السورية من أورفا. يسعد صباحك. نحكي شوي عن فكرة المعهد بداية، متى افتتح وماذا يقدم من فعاليات؟ معهد دار الأرقام العلمية السورية افتتح في عام 2017 بداية، يعني نتيجة دمج الطلاب السوريين في المدارس التركية. شعرنا بفقدان اللغة العربية في منطقتنا وبين أبناء، فيعني رأيت أنه من الضرورة أني أقوم أنا كمدرس في هذا العمل لتعليم الأطفال اللغة العربية وتثبيتها عندهم. نعم، يعطيكم ألف عافية. ذكر التقرير أنكم ما بتتقاضوا أجر أيضا من الأيتام، مين بيتكفل فيهم؟ حقيقة الأيتام إحنا، يعني مجموعة سكت منها، يعني مثل ما تقول مصاريف الطلاب اللي يدفعونها أقساط إحنا اللي يعني نغطي فيها طلاب. طيب في دعم، في تواصل من جمعيات او حتى دعم فردي؟ لا لا، الحمد لله دعم، دعم خاص، دعم شخصي، دعم يعني من نتيجه يعني من طلابنا يعني. لانه ذكرته، لانه خلال التقرير ايضا في اطفال بحاجه دعم نفسي، يعني كمان هذا بيحتاج كثير رعايه، بيحتاج مختصين، بيحتاج صحيح. ايضا دعم مادي. تخبرنا شوي عن الاطفال اللي بحاجه لدعم نفسي، وكيف الحصص او حتى الدعم عم تقدموه لهدول الاطفال؟ اكيد اكيد طبعا، احنا طلاب الايتام مدموجين مع الطلاب بشكل عام، يعني احنا ما عندنا مثلا شيء خاص للايتام مشان ما نشعرهم بالنقص. في أنسة مختصة دعم النفسي، تمام، وفي عنا نشاطات متعددة يعني نحاول نشارك فيها الأيتام، يعني مجمل الأيتام مشاركين في النشاطات سواء كانت رياضية أو عن طريق فرق الإنشاد اللي أو بدعمنا للصغار أو للكبار. فاحنا نقدم لهم خدمات، يعني قدر ما نستطيع نقدم لهم خدمات. طيب بالإضافة للغة العربية، شو المواد اللي عم تدرسوها؟ وشفنا أنه في أعمار كبيرة، يعني لحديت الـ 14 سنة، فشو المنهج اللي عم تدرسوه؟ حقيقة احنا يعني نبدأ بال، في عنا الجزء الرشيدي تعليم القراءة العربية السليمة، وفي عنا لغتنا الجميلة إلى أربع أجزاء، لغتنا الجميلة كل جزء مجتمعين، طبعا للمراحل المتقدمه للصغار جزء شيء من عمر 4 سنوات حتى عمر 6 سنوات، 6 سنوات وما فوق لغتنا الجميله. كل ما نخلص مرحله ننتقل للمرحله اللي بعدها. حلو. قد ايه عدد الاطفال تقريبا اليوم اللي بالمعهد؟ يعني من بين 80 و100 طالب. ما شاء الله. طيب ذكرت ايضا انه في نشاطات ترفيهيه، خبرنا شوي ختاما عن هذه النشاطات، شو مثلا، وين بتاخذوا الاطفال؟ وشفنا فرقه الانشاد كمان، اذا ممكن تخبرنا عنها شوي. عندنا نشاطات رياضيه، احنا في عندنا دوامنا 4 ايام في الاسبوع، 2 و3 جمعه، يوم الاربعاء حاجزين ملعب رياضي للاطفال. حلو. ممكن في مباريات بشكل مستمر يعني يوم الاربعاء، لأن فرقة إنشاء طلاب صغار وكبار، يعني بعض الترفيه للأطفال في هذا المنظم أفضل من يسمعوا أشياء أخرى يعني. كل التوفيق لكم. بدنا نتشكر مبادرتكم الإنسانية باستقبال الأيتام مجانا حتى أعطائهم القرطاسية. شكرا لك حسان الحسن مدير معهد دار الأرقم العلمية السورية، كنت معنا من أورفا. نهارك سعيد.